فريش مارينا فهم. لو قلنا الكتاب يبان من عنوانه، شنو عنوانك؟ شنو عنوان تذانة؟ عنواني راح يكون آتن ولو بعد حين. آتن ولو بعد حين. أوكي. I believe in أنا عند ظن عبدي في. أنا عند ظن عبدي بي فليظن ما يشاء. إن ظنيت خير راح يك خير وإن ظنيت شر راح يك شر. حلو. So آتن. اللي يحكمها هو اللي قبلها. شنو ظنك؟ شنو إيمانك؟ شنو أملك؟ شنو أحلامك؟ فهذا الشيء اللي راح يجيك بعدين ولو بعد الحين. ولو بعد الحين. وأنت؟ صدق من أولها كذي؟ أي والله، خصوصا لما يكون عندك كتب، فهمت أي الشعور؟ يعني عندي كتابين. بس أتوقع أن الكتاب راح يكون اسمه واضح باسم واحد. يعني شلون يعني؟ يعني أنا مؤمن تماما بأن كتابي لابد أن يكون اسمه الأغلبية الصامتة، لأن بكل بساطة ما أبالغ لما أقول هذه حياتي، ما أبالغ أبدا لما أقول بأن أغلب الوقت في حياتي كنت ساكت، على الرغم من أني مذيع وأسولف بالساعات وأوقف على مسارح وأتكلم قدام الناس وأكتب وايد وا، ولكن في أهم المواقف أنا ساكت. والسبب واحد، عادة أميل للصمت في المواقف اللي تكسرني، فعلشان كذي أغلبية الوقت أنا صامت، لأن أغلبية المواقف اللي واجهتها وللأسف اكسرتني فصمت. ظليت ساكت لفترة كنت مقتنع فيها ولا أزال بأن حقي راح يرجع لي عندي بدون ما أتكلم. وخليني أقول لك شلون استمديت هذه النظرية بشكل أكبر. صار صمتي اليوم قوة، لأن فلنفرض بأن اختلفت اليوم أنا معك، وأنا أدري عدل بأن أنت اللي ظالمتني وأنا المظلوم، بس أنت قاعدة تلعبين دور أن أنت المظلومة. أنا قاعد أقول لك أنا ما ظلمتك، بس أنت مستمرة تلبسين ثوب المظلومة وإني أنا الظالم. خلاص على العلن وبيننا، كذبتي الكذبة وصدقتيها. راح أجي وأقول لك بمجمل العبارة كالتالي: إن كنت أنا ظالم فما راح أشوف أي شيء حلو بحياتي، لأن لابد أن أنت تكونين قريبة من رب العالمين، فدعوتك راح تكون دعوة المظلوم، ما عليها حجاب، راح توصل على طول لسابع سماء لرب العالمين بإذن الله. وأنا المفروض أني أخاف من دعوتك يا مظلومة، والمفروض أني أنا أخاف كون أني أنا ظلمت، أخاف في يوم من الأيام لا بدمعة وحرقة قلب منك يلي ظلمتك تدعي علي دعوة مظلوم. بس أنا ما راح أخاف ليقيني التام بأني ما ظلمت، وإن ظلمتك فأكيد بشوف يوم، وأنا مستعد تماما أني أشوف هذا اليوم إن كنت ظالم. لهالدرجة أنا واثق من نفسي. بس إن كنت أنت الظالم وأنا المظلوم، ترضى أدعي ولا ما ترضى؟ ترضى أوكل أمري حق رب العالمين وتنزل دمعتي ويحترق قلبي وأقول يا رب؟ ترضى ولا ما ترضى؟ ترضى؟ خلاص خلني أقول لك عودت نفسي أدعي شنو. يا الله يا رب، يا الله يا رب، بقد ما انجرحت اسعدني، يا الله يا رب، بقد ما انظلمت وفقني، يا الله يا رب، بقد ما تم استغلالي افتح لي أبواب الفرج والتوفيق. ما راح أدعي عليك لأن أدري بأن دعوتي وأنا مظلوم راح تصيبك ولو بعد حين،
وانت مو هامني لانك اصلا ظلمتني. خلني اوفر كل هالطاقه ادعي لنفسي، ادعي باني انجح واكبر، والله يرزقني راحه بال، ادري انك ما راح تذوق طعمها لانك ظالم. وكل هذا في حديث بيني وبين ربي، ولكن امامك انا صامت، امامك انا ما راح اقول ولا كلمه، لانك ما تعني لي، لانه ما يهمني. افضل اني اذا شفت هذا الدعاء على ارض الواقع اشوفه بنجاح، اشوفه معي انجاز ينحسب لي. تدرين ليش ادعي كذي دانا؟ لان ادري ان اللي ظلمني راح يكون سم ببطنه وعظم ببلعومه اذا شافني انجح. فما في احلى ولا في اجمل من اني اشوف اللي تمنى لي الكسر انه يشوفني مكتمل وواقف، واللي تمنى لي الدموع يشوفها بعيوني على فرح وانجاز، واللي تمنى اني انا افشل يشوفني محاوط بناس تدعي لي بالخير. ايش حق اتعب نفسي؟ والله العظيم يا دانا اني ما قاعد ابالغ بالكلام اللي قاعد اقول لك اياه. كلمه في كل مره انكسرت فيها قلت يا الله يا رب زيدني رفعة ونجاح وتوفيق، نسني كل من ظلمني وكل من ضرني، واشغلني في نفسي وفي رزقي وفي مالي وفي أهلي ومع من اللي حبني فقط لا غير، ولا بأنشغل متى أرد الصاع صاعين وانتقم من منو وشلون انتقم وش حقه وليش. فعنهم وهالنوعية من الناس صرت أنا في أغلب الوقت صامت، وأمام الناس اللي أنا وايد أحبهم صار فيني زحمة حكي، فصرت أتكلم وأقول وأعبر وأخطط معاهم وأبني مستقبلي معاهم وأفضفض لهم، وما أرضى بأني أضايق منهم بها إلا أني تكلمت. ولمستقبلي قلت جاري الكتابة، ولا أزال أكتب لهذا المستقبل. إن كان جميع ما سبق تنفع أسماء فبقول بسمي كتابي ما انكسر. يكسر الخاطر ويداوي مليون خاطر، يكسر الجرح ويجبر من